ودائما مع بداية العام الدراسي خطط الدراسة لازم تكون موضوعة بشكل كتير تمام عند طلابنا، يعني إذا كان طالب مبلش بالتزامه جدية أكيد رح تكون النتائج مرضية له، والعكس صحيح. لهيك اليوم عنا تفاصيل كتيرة لازم ينتبهوا إلى، إن كان بوقت الدراسة، بساعات الدراسة، إن كان باستثمار الوقت المناسب اليوم لهم، وأكيد ما بننسى الدعم المعنوي يلي هنهم بحاجة له، إن كان من الأهالي أو حتى المدرسين. يا رشا أكيد يا هايدي، اليوم ودائما كل الاختصاصيين بهذا المجال بيركزوا على نقطة تنظيم الوقت. يعني في كتير من الطلاب يجوا لآخر سنة ما نون ملحقين شيء، وهون بتصير الكركبة عند الطالب والأهل. اليوم ضمن فقرتنا الصباحية حنضوي اليوم على أهم الأساليب اللي ممكن يتبعها الطالب والأهالي، وكيف هنن قادرين يستثمروا هذا الوقت من دون ما كمان يروح الطالب لنوع من الملل يعني. تماما. أيضا اليوم الكادر التدريسي هو النقطة الأهم بهي الحلقة. كتير رح أكون مع أسئلة واستفسارات حجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الاختصاصي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين. سعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيك. وتحية أستاذ. طيبة معطرة تفوح بالمحبة والأمل لكل من يسمعنا أو يشاهدنا. أهلا وسهلا فيك. بداية يمكن لما بنقول خطة دراسية اليوم للطلاب أكيد نحن ما عم نشمل خطة واحدة، لأنه نحن اليوم عندنا فروقات فردية، ما عم نركز على فئة معينة. بداية كيف ممكن الواحد يدرس بشكل نظامي مع بداية العام الدراسي كرمال هو فعلا يحقق نتائج مرضية؟ تماما، يعني أنت بدأتي بداية صحيحة أنه لا يمكن تعميم خطة واحدة لكل الطلاب بما فيهم من اختلاف للأنماط التعلم مثلا أو الذكاءات المختلفة أو الظروف البيئية أو الأسرية وغير ذلك. لكن أهم شيء في الخطة هو أن نضع الأهداف. يعني عندما يضع الطالب أهدافه نصب عينيه يرسم الآن خطته وفق تحقيق هذه الأهداف. طبعا الخطط أيضا وفق الزمن مختلفة، يعني هناك مثلا خطة يومية، وهناك خطة أسبوعية، وهناك خطة شهرية، وهناك خطة فصلية، هناك خطة للعام الدراسي. هذه قد يعني يبنيها الطالب بمفرده أو بمساعدة المدرسين أو بمساعدة الأهل أو غير ذلك، وفق ما يتطلبه كما ذكرنا الفروقات التي تحدثنا عنها سابقا. أول شيء في الخطة قلنا الأهداف، يعني عليه أن يرسم الأهداف الحقيقية وأن لا تكون أهدافه ضبابية أو غير واضحة لديه هو قبل، أو مثلا يدخل لنفترض طلاب الشهادات المهم أن أحصل كذا أو المهم أن أنجح، أو يعني يضع أهداف، ربما يضع أهدافا أكثر من المستوى المتوقع له. فتحديد الأهداف بدقة هذا أمر جوهري. الأمر الآخر عليه أن ينظم الوقت تنظيما جيدا، وعندما نقول ننظم الوقت فهو يشمل الوقت كاملا، يعني في المدرسة وفي البيت. أحيانا الطالب يهمل وقت المدرسة فيأتي إلى المدرسة لمجرد أداء الدوام الدراسي، أحيانا يعني نرى بعض الطلاب هكذا لأداء الواجب أنه التحق بالمدرسة أو مثلا كان موجودا في هذه الحصص، ولكن هل استثمر كل هذا الوقت؟ هل كان مع المدرسين بتركيز تام؟ هل استفاد منهم في الإجابة عن كل ما يتساءل مثلا أو يدور بذهنه عن، هل استثمر الحصص التي لا يكون فيها مثلا تدريس مباشر، يعني مثلا يمر به حصص فراغ أو حصص لمواد ربما تتفاوت في الأهمية؟ هذا أمر مهم جدا، عليه أن يستثمر في المدرسة وفي المنزل. أيضا هناك ملحوظة مهمة جدا قد يقع فيها بعض الطلاب، أنهم يهملون بعض المواد، يعني يستسهلونها أو يقولون في وقت لاحق سنعود إليها مثلا، ويركز كل الوقت والجهد على مادتين أو ثلاثة. هذا الأمر سيصنع لديه شرخا، يعني سيحاول الاستدراك لاحقا ولن يستطيع. أيضا أنا لا يمكن مثلا أن أقول كل جهدي الآن مبذول للرياضيات في المدرسة، مثلا لديه حصتان أو ثلاث حصص للرياضيات، وفي المنزل كل الجهد للرياضيات أو الفيزياء، فهذا يعني ينشئ لديه شيئا من الملل والتعقيد من ربما من هذه المادة ونسيان باقي المواد شيئا فشيئا. يجب عليه أن يسير بخطة متكاملة شاملة لكل المواد. نقطة مهمة أخرى، قد يجد الطالب نفسه ولا سيما في بداية العام قبل أن يتمرن في تنفيذ الخطة
يجد مثلا أنه من الصعوبة أن يحمل المواد جميعا بنسبة 100%. لا، نقول له لا يمكن أن نكون 100% بكل المواد، علينا أن نمسك بزمام المواد جميعا ونسير بها دفعة واحدة، يعني لا نرجح مادة على أخرى ولا نأخذ من وقت مادة لأخرى. أنا إذا كنت قد امتلكت 60% 70% من المادة ما يؤهلني للاستمرار في البحوث القادمة من هذه المادة فهذا شيء جميل، ثم يأتينا بعض الأوقات الأخرى التي نرمم بها ما تركناه من ثغرات أو فراغات فنكون قد حملنا المواد جميعا. هذه خطوط عريضة طبعا للخطة التي يضعها الطالب لدراسته. وهي الخطوط العريضة أستاذ كلها بحاجة لتنظيم ولدعم أسروي وأيضا من الكادر التدريسي. اليوم ذكرت نقطة حضرتك أنه عم يصير خلينا نقول بيدرسوا مادة وبيهملوا مادة تانية أو بيقولوا فيما بعد موت الحفظي، وأنا هذا الفخ كنت وقع فيه على فكرة، يعني فأيجي آخر انكسر بالديانة لأنه استسهل أنه المادة أنه هي حفظية وسريعة، وأنا يمكن إذا بلحق نص المادة ممكن أخذ علامة نجاحي. عم يعني بحكي عن الشهادات يعني، بس اليوم إذا بدنا نركز على مادة اللغة العربية هي من المواد نحن ما فينا ما نكون يوميا هي من ضمن برنامجنا الدراسي، يعني في ناس كثير عندها ضعف بهي الماده، نحن كيف قادرين نلزم الطالب بهي انه تصير عاده يوميه من خلال جدول الدراسي؟ تمام، يعني قبل ان نخص اللغه العربيه او اللغه العربيه، يعني عموما كل المواد تحتاج الى شيء من التركيز، حتى ماده التربيه الدينيه لنفترض تهمل لأنها لا تدخل في المجموعة المفاضلة مثلا، ولكن أحيانا يتوقف فروق الطلاب الأوائل على أجزاء من درجة في مادة التربية الدينية. يعني عموما أنا لا أهمل شيئا، يجب أن لا أهمل شيئا، ومتى ما دخل الإهمال إلى جزء من حياة الطالب أو مادة من حياة الطالب أو وقت من أوقاته، ربما تسرب هذا الإهمال شيئا فشيئا إلى أوسع أوسع أوسع. لا، علينا أن نزيل الإهمال ونهتم بكل شيء ونسير يعني وفق الخطط التي نضعها. الآن اللغة العربية مادة تراكمية، يعني نحن نقول هي مادة تراكمية لأنها لا تقتصر على تدريس في سنة واحدة، يجب أن يكون الطالب قد استثمر السنوات السابقة كلها حتى يستطيع الوصول إلى مستوى مطلوب منه في السنة هذه، مثلا الثالث الثانوي أو الإعدادي أيا يكن. ففي كل سنة تأتيه معلومات جديدة، إن كانت في القواعد أو إن كانت في قواعد النحو يعني أو الصرف، البلاغة، نصوص أدبية جديدة، طرائق جديدة في كتابة المواضيع. فعليه دائما استثمار كل حصيلته هذه والبناء عليها في سنوات لاحقة، وتطوير أسلوبه وتطوير لغته وتطوير كل ما لديه من هذه الإمكانات اللغوية التي تفيده لاحقا. فنركز الآن، وهذه نصيحة لكل الطلاب الذين ليس لديهم امتحانات مثلا ثانوية أو تاسع، عليه أن لا يهمل أبدا في الصفوف الانتقالية هذه المادة، وربما تكون المواد اللغوية الأخرى يعني قريبة من هذا الشأن، لكن تبقى اللغة العربية هي الأهم، هي الأوسع بالتراكم المعرفي. فعليه أن يبقى دائما متمسك بكل الحصيلة التي يحصلها في هذه السنة، ينقلها إلى السنة القادمة ويبني عليها، ينقلها إلى سنة أخرى ويبني عليها، حتى لا يبقى لديه ثغرات. الآن إذا وصلنا إلى مثلا الثالث الثانوي وكان الإهمال أو النسيان أو حتى ربما يكون لم يتلقى المعرفة لسبب أو لآخر في هذه الصفوف بمادة اللغة العربية، الآن سيكون العبء كبيرا عليه وسيكون الجهد المطلوب مضاعفا لتأسيس من تماما. يعني من فسيدرس الآن المنهاج الحالي وسيعيد دراسة كل ما سبقه من، فيحتاج إلى وقت مضاعف ويحتاج إلى بذل جهد مضاعف وربما صرف مادي مضاعف وغير ذلك. هي أكثر شيء هلأ عم يعانوا منه الأهالي، يعني اليوم معظم الطلاب معتمدين على المعاهد وعلى الدرس الخاص. تمام. ولهيك أستاذ ذكرت نقطة أنه بعض الطلاب بيروحوا رفع عتب خلينا نقول تسجيل حضور بالمدرسة أنه في مين حامل مسؤوليتي بالمعهد مكان أو درس خاص بالبيت. تمام، هذه من أكبر المشكلات، لأنه الآن ذكرت
فكرة تسرب الإهمال. فمن اعتاد عقله وفكره وذهنه على عدم المبالاة اللامبالاة في المدرسة سينتقل، سيقول هو لنفسه هذه الأمور سأدرسها في المعهد، هذه سأتي بالمدرس الخصوصي مثلا، لكن متى ما تطرق هذا الإهمال واللامبالاة إلى عقله سينقله من المدرسة إلى المعهد، سينفذ هذه ثم يأتيه المدرس الخصوصي وينتهي الدرس ويشعر أنه لم يحصل شيئا. لا، عليه أن يعطي لكل مكان حقه وأن يستثمر، قلنا الآن الوقت وقت الدراسة هو من أفضل الأوقات، أن يستثمر هذا الوقت ويحصل أكبر حصيلة ممكنة من المعرفة في هذه المواد في الدراسة في المدرسة أولا، ثم يأتي ربما يحتاج بعض الأحيان إلى معهد أو مثلا مدرس خصوصي في ثغرة هنا، شيء مثلا من الدعم هنا لا أكثر. فإذا نقل الاهتمام كله خارج المدرسة وقعنا في المطب الأول. طيب صح. أستاذ خلينا نكون واقعيين اليوم، ممكن مو بس أهمال الطالب لدراسته هو الشيء الوحيد اللي رح يأثر على تحصيله الدراسي، لا اليوم يمكن في ظروف صعبة بتمر على الأهالي، هنا مو قادرين اليوم يسجلوا أطفالهم أو طلابهم اليوم بمعاهد بدورات طبعا. تدريسية، فبتلاقي أثر هذا الشيء على دراسته، بنفس الوقت ممكن يكون في مشاكل نفسية عم يتعرض هذا الطفل لمشاكل بحياته، كل هذا الشيء قد ايه ممكن اليوم يأثر على الطالب على دراسته، قد ايه هو بحاجة اليوم لدعم إن كان من الاختصاصي التربوي أو نفسي، وحضرتك يعني اختصاصي تربوي، خبرنا تفاصيل أكثر. يعني هذا الكلام واقعي كما قلت 100%، ولا ينكر أحد مثلا الظروف الصعبة التي مر بها كثير من طلابنا ويمر بها أيضا الكثير الآن، إن كانت الظروف لها صلة بالواقع العام، إن كانت الظروف ما مررنا به من كوارث طبيعية، من أمراض، من هذا الضغط، والكثير من الأسر الآن تعاني ما ذكرت، هذا يلزمنا بالاهتمام بالانضباط بالمدرسة أكثر فأكثر قدر المستطاع. يعني نحن ملزمون أعطاء المدرسة حقها من الدوام، من الفعالية مع المدرسين أيا يكن. يعني بعض الطلاب يشكو من المدرسة الحكومية بفقر مثلا الهيئة التدريسية أو هناك بعض الثغرات أو الضعف، نحن نقول عليك أن يعني تبذل أكبر جهد ممكن لكي تحصل أكبر قدر ممكن من المعرفة، ولا نبقى نلقي باللائمة على غيرنا مثلا أو نعلق هذه المقعد مكسور مثلا المقعد مكسور، اليوم تغيب المدرس الفلاني، اليوم حدثت مشاجرة، اليوم أنا أحاول الابتعاد عن كل هذه الشماعات التي لا تفيدني في النهاية مستقبلي بين يدي. ودور الأهل طبعا أو أثر الأهل ضروري جدا وواجب جدا أن يعني يبقوا على اتصال تام مع مدرسة الأبناء أيا كانت، وأن يزوروا المدرسة. نحن مثلا في المدارس لدينا يومان لاستقبال أولياء الأمور، فلا نلمح كثيرا مثلا هذه الظاهرة مفعلة، وهذا تقصير هنا من الأولياء تماما. المدرسة على استعداد على استقبال الأولياء يومين في الأسبوع، وعلى الأولياء أن يراقبوا أبنائهم، يأتوا ليسألوا عن مستوياتهم، يأتوا ليطلعوا على نتائجهم الحقيقية. أحيانا الطالب يخادع الأهل ويوصل لهم صورة مثلا جميلة عنه، ولكن كلنا مرأنا ما هي تجربة أستاذ. يعني إذا كان الأهل موجودين في حياة الطالب العلمية في المدرسة وفي البيت، لكن بشرط ألا يكونوا كالكابوس على الأبناء. يعني بعض الأهل أو الأولياء الأمور يزداد معهم هذا الأمر لكي يصبحوا ضاغطين على الابن، يعني يكره ربما الدراسة أو لهيك يمكن بلاقي مثل ما قلت حجاج تماما ليهرب أو يروح موضوع الكذب بالنهاية. نحن الآن نريد الأهل يكونوا بموقع المشجع لكي يصل الطالب إلى العمل التلقائي من ذات نفسه يعني. إن شاء الله. أما متى ما كان هناك الضغط والمراقبة الحثيثة وربما التعنيف أحيانا فهذا لا يجدي نفع. أكيد. بالختام كنت معنا الاختصاصي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين مدرس لمادة اللغة العربية، شكرا لك وأكيد بالتوفيق والنجاح لكم طلابنا. شكرا لكم ووفقكم الله ووفق الله جميع الطلاب بإذن آمين الله. شكرا أستاذ لحضورك اليوم ويعطيكم ألف عافية اليوم، أنتم دائما يعني التعب عم يكون الأكبر عليكم يعني إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك.